بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم باشمهندس أشرف كرات. هنحل مع بعض شيت ضبط الجودة اللي هو شيت المراجعة في الريفيجن. تمام، دكتور سعيد كان منزل الشيت ده، حل كده حاجة حاجة. حل كان تقريبا عندك 45 سؤال اختياري و15 سؤال الإجابة صحيحة ولا خطأ وصححها وكده. فأنا حليت الاختيار كله وسايب لكم انتوا الجزء اللي هو بتاع صحح الإجابة. تمام، بالنسبة للسؤال الأولاني نتكلم على السؤال اللي اختار الإجابة الصحيحة، بيقول له للتأكد من صلاحية الأسمنت لا يشترط إجراء اختبار أو أكيد الوزن الحجمي. عشان تتأكد من صلاحية الأسمنت لازم تعمل اختبار التمدد، ولازم تعمل اختبار مقاومة الضغط، ولازم تعمل اختبار زمن الشك. إنما الوزن الحجمي ده خواص طبيعية، مش شرط إن أنت تعملها أو ما يشترطش صلاحية الأسمنت بيها. طيب، المساحة السطحية النوعية المثالية للركام الخليط حوالي، طبعا احنا عارفين اللي هي أفضل مساحة، أفضل نسب خلط تديني، أو أفضل نسب خلط ما بين الرمل الركام الكبير والركام الصغير اللي هي تديني مساحة 25 سنتيمتر تربيع على الجرام. دي بتديني أفضل كثافة، أو بتديني الكثافة اللي بتديني أفضل مقاومة. يعني المساحة ديت، ماشي، المساحة السطحية النوعية ديت هي ديت المسؤولة عن الكثافة. تمام، وكثافة الخلط اللي بتحققها المساحة السطحية ديت هي اللي بتديني أعلى مقاومة ضغط. تمام، طيب العامل الأكثر تأثيرا في مقاومة الأسمنت طبعا هو الأسمنت، مقاومة الخرسانة طبعا هو الأسمنت، هو المسؤول، هو المادة الرابطة عندي، هو المسؤول عن إكسام الخرسانة ومقاومتها. أما الركام فهي مادة ملقة. تمام، والمفروض لو هنا في اجابات اكتر دقه هقول المونه الاسمنتيه اللي هي الاسمنت والميه، العجينه الاسمنتيه هي دي المفروض، هي البندر، هي دي الماده اللحمه. تمام، انما انا ما عنديش العجينه الاسمنتيه فقلت لا الاسمنت. طيب، من انواع الركام الخرساني الركام الصناعي الخفيف فيما عدا كل دول ركام صناعي ما عدا الحجر الخفاف، هو ده ركام طبيعي خفيف. الحجر الخفاف هو من انواع الرقام الطبيعي الخفيف. تمام، يحدث الشك الخاطف للاسمنت نتيجه التبلور، ماشي، شك خاطف او التصلب الخاطف، ماشي، اول مكون من مكونات الاسمنت بيحصل له شك اللي هو C3A ثلاثي المونات الكالسيوم. لا تتاثر الخرسانه بمياه المجاري الحديثه والجاريه، ماشي، اهم حاجه اللي هي جاريه والمهوية، نتيجة لأن تأثيرها قلوي. تمام، هي أصلا كده كده الخرسانة قلوية، فديت مش هتتأثر بيها. أمال إمتى تكون مية المجاري مضرة؟ مية المجاري تبقى مضرة لو هي راكدة، لو هي مياه راكدة. تمام، ساعتها نتيجة الركود بتاعها بيحصل تفاعلات، بيتولد نتيجة، بيبقى في بكتيريا بتتفاعل مع الخرسانة، بتتفاعل مع المية، ماشي، بتولد غاز كبريتور الهيدروجين. كبريتور الهيدروجين دي منه الضرر بقى، بيتحد مع السي او او اللي هو الجير الحي اللي موجود في الاسمنت. اثناء صناعه الاسمنت بيبقى فيه نسبه سي او او. تمام، طيب لما بيتحد مع السي او او بيكون كبريتور الكالسيوم اللي بيتاكسد، بيكون مكونات بتهاجم الخرسانه. تاني، المشكله لما تكون الميه راكده، لما تكون الميه راكده، ماشي، اللي بيحصل فيه بكتيريا هوائية بتولد من المياه غاز كبريتور الهيدروجين. كبريتور الهيدروجين ده بيتفاعل مع الجير الحي الموجود في الأسمنت، بيكون كبريتور الكالسيوم. كبريتور الكالسيوم دي بتأكسد، بيكون مكونات هي اللي بتهاجم الخرسانة وبتفتتها. طيب، إذا كان الوزن الحجمي للزلط 1.6 والوزن ونسبة الفراغات 24%، فإن الوزن النوعي له قد إيه؟ هو طبعا كان في الشيت بس مش مد اختيارات. تمام، فانا حليتها عادي. طب هو ايه اصلا، هجيبها منين؟ انت عارف نسبه الفراغات القانون بتاعها ايه؟ النسبه المئويه للفراغات بيساوي النسبه الوزن النوعي ناقص الوزن الحجمي على الوزن النوعي. النسبه المئويه بيساوي الوزن النوعي على ناقص الوزن الحجمي على الوزن النوعي. فانت لما تيجي تعوض، تمام، اللي هي 24 بيساوي الوزن النوعي كام؟ مش عارفه، س مثلا ناقص الوزن الحجمي 1.6 على س، هتلاقي معاك الس طلعت ب 24%. 24 آسف، هتلاقي ديت طلعت المفروض
نسبة الفراغات، آسف هي دي فيها غلط، نسبة الفراغات هي اللي ب24، تمام؟ أما الوزن إن هو هيطلع ب2.4، ديت كده يا جماعة بدل ال24 هتبقى 2.4، وهعدلها في الملف اللي أنا هبعتها لكم، تمام؟ أثر الزيادة الحجمية، هو أنا قلت 2.4 ولا 2.1؟ 2.1، 2.1. يبقى السؤال رقم 7 تاني، ماشي؟ نسبة الفراغات ب24% والوزن الحجمي 1.6 طن على المتر مكعب، الوزن النوعي هيطلع لما تيجي تعوض في المعادلة ده هتلاقيه طالع 2.1 طن على المتر مكعب. طب السؤال اللي بعده، أثر الزيادة الحجمية للرمل الرطب في الخرسانة لما الرمل يوصل للرطوبة، إيه اللي بيحصل؟ حجم الرمل الرمل احنا بنقولها بالعربي الرمل بينفش، تمام؟ طيب ليه؟ لان التفسير الدقيق ليها كل جزيء، كل حبيبه رمل بتاخد شويه ميه حواليها، تمام؟ ونتيجه ظاهره التوتر السطحي حبيبه الرمل بتلف جزء من الميه حواليها ويبقى يحصل تنافر ما بينها، نتيجه التوتر السطحي بيحصل تنافر ما بينها وما بين الحبيبات اللي جنبها، فالرمل بينفش. طيب اما الرمل ينفش حجمه بيزيد، يبقى ساعتها ايه اللي بيحصل؟ الرمل الطبيعي حجم الرمل الطبيعي بيقل، حجم الرمل الطبيعي بيقل، تمام؟ وميه الخلط اللي انت هتستخدمها في ال بتاع ده، الميه النتيجه عن تحرر الميه اللي في الرطوبه اللي في الرمل ديت هتزود له ميه الخلط، تمام؟ ولما تزود له ميه الخلط هيحصل ضعف في المقاومه، يبقى كل ما سبق. تاني، في رطوبه في الرمل، الرطوبة دي زودت حجم الرمل اللي قدامي اللي هو في الواقع، طب ما اجي بستخدمه بقى في الخلطة، تمام؟ الاقي ان حجم الرمل الطبيعي اللي انا عاوزه قل، انا خدت رمل وميه بس استخدمت رمل قليل على اللي انا عاوزه، تمام؟ وبعدين لقيت نسبة ميه من اللي هي نتيجة الرطوبة اتحررت فزودت ميه الخلط عندي، تمام؟ وفي نفس الوقت زيادة ميه الخلط دي ادت لضعف المقاومة، يبقى انا رأيي ان انا باخد كل ما سبق. طيب لا يستخدم اسمنت الحجر الجيري اللي هو سم 2 بي شرط ال ال في الخرسانه المسلحه نظرا لايه؟ هو اسمنت الحجر الجيري مشهور عنه سرعه الشك، بيشك لحظيا، تمام؟ فعشان كده ما اقدرش استخدمه في الخرسانه المسلحه. ليه؟ لان فيها محتاج وقت شويه على ما اعد الخرسانه واشطب السطح والكلام ده، ماشي؟ فهو انما هو معروف عنه اللي هو سرعه الشك. سؤال رقم 10، يمكن معالجة العيوب التي تظهر بالكاميرات والبلاطات فيما عدا؟ أنا رأيي أنا الترخيم، الترخيم أنا مش عارف أعالجه، تمام؟ إنما أي شروخ، أي شروخ أقدر أعالجها، لو هي كشروخ أقدر أعالجها، حتى لو شروخ صدأ ماشي هشيل الكفر وأنضف الصدأ وطرطش تاني وأعالج والكلام من ده، إنما الترخيم حاجة رخامة، أنا رأيي أنا مش التركيب مش هقدر أعالجه أوي. طيب السؤال رقم 11، بيحدد نوع الأسمنت، يحدد نوع الأسمنت المستخدم في الخرسانة الأساسات طبقا ليه، ولا هو نوع الأساسات ولا درجة حرارة الجو ولا نوع المنشأ؟ على حسب نسبة الكبريتات عندك في التربة، أنت بتاخد عينة من التربة الأول أو المية اللي موجودة في التربة، تمام؟ وتعمل لها تحليل فتشوف نسبة الكبريتات اللي فيها، لقيت نسبة كبريتات عالية فأنت بتقول لأ أنا لازم أستخدم أسمنت مقاوم للكبريتات، تمام؟ إذا كان حمل الكسر المكعب من المونة لجزء من منشور المنشورات بتاعة مكعبات المنشورات بتاعة المونة الأسمنت بتبقى منشور 16 سم طوله في 4 سم في 4 سم، ماشي؟ اللي هي مساحة مقطع 4 سم في 4 سم، طوله 16 سم، تمام؟ طب بيقول لك حمل الكسر المكعب مونة الأسمنت الجزء من المنشور هو 70 كN فإنه يحقق رتبة. طب واحدة واحدة بس، احنا بنعمل ايه؟ احنا الأول لما بنعمل منشورات لمونة الأسمنت ديت بنروح نختبرها انحناء، تمام؟ فالمنشور اللي هو 16 في 4 في 4 ده بينكسر 2، تمام؟ نتيجة اختبار الانحناء باخد كل جزء منهم من اللي انكسروا وراح اعمل لهم، الناس لو فاكره معايا، وراح اعمل لهم اختبار ضغط، تمام؟ بحط، يبقى انا معايا جزء مكسور
بروح احطه على مساحة قاعدة 4 سم في 4 سم، تمام، واعمل له اختبار ضغط، يبقى المفروض المساحة اللي هو بيختبر عليها 4 سم في 4 سم، تمام. يبقى ما تيجي تجيب المقاومة الضغط بتاعته بتقسم حمل الكسر على مساحة كسر اللي هي 4 في 4، لو قسمت 70 طبعا اضربها في 1000 عشان تبقى 70000 نيوتن على 44 ملي في 40 ملي، هتلاقيها جايبة كام؟ هتلاقيها جايبة 43 وشوية، هتلاقيها جايبة 43 و75 من 100، يبقى أنا حققت رتبة 42.5. 42.5 ديت اللي هي رتبة الأسمنت، اللي هي 42.5 نيوتن على الميجا باسكال، قصدي نيوتن على الملي متر أو ميجا باسكال، تمام. يبقى أنا كده حققت الرتبة دي. طيب إذا كان حمل الكسر لمكعب خرسانة قياسي 15 سم في 15 في 15 هو 600 كيلو نيوتن، فإن مقاومة الضغط بكل بساطة أنت هتاخد الحمل الكسر على مساحة الكسر. طب حمل الكسر اللي هو إيه؟ 600 كيلو نيوتن، 600 في 1000 على مساحة الكسر 150 في 150، تمام، مساحة سطح المكعب. لما تيجي تعمل كده هتلاقي طلع معاك 26.7، تمام، نيوتن على الملي متر مربع. فانت عشان تحول من وحدة الميجا باسكال او اللي هي النيوتن على الملي متر مربع للوحدة اللي هي كيلو جرام على السنتيمتر مربع، لو عملت التحويلة هتلاقي نفسك بتضرب في 10. لو ضربت في 10 يبقى 267. طيب اذا كان مجموع الحجوم المطلقة للركام، مجموع الحجوم المطلقة للركام والمية 873 لتر، فان محتوى الاسمنت للمتر مكعب خرسانة قد ايه؟ واحدة واحدة، هو مدينا حجوم، تمام؟ أنت عارف الحجم المطلق، تمام؟ للمتر، أنت دلوقتي عاوز تتكلم في إيه؟ هات لي الحجم المطلق للأسمنت، هي مكونات الخرسانة إيه؟ ما هي ركام ماشي وأسمنت ومية. طيب هو مديك الحجم المطلق للركام والمية 873 لتر، طب تقدر تجيب في المتر مكعب الواحد اللي هو 1000 لتر، في المتر مكعب الواحد اللي هو 1000 لتر، تمام، شلت منهم 873 لتر ركام وميه، يتفضل لي 127 لتر اسمنت. طب ال 127 لتر اسمنت دول، ده الحجم المطلق للاسمنت. هو الحجم بتاع الاسمنت بيساوي ايه؟ ما هي الجامه، انت عارف ان الجامه ماشي بتساوي الدبلو على في، الجامه بتساوي الدبلو على الفي، اذا الفي بيساوي الدبلو على الجاما، تمام. لو الجاما عندك 3.15، يبقى الدبلو بكام؟ ب 400 كيلو جرام. لو الجاما 3.15 محفوظه للاسمنت اللي هي الوزن النوعي بتاع الاسمنت، والحجم المطلق 127 لتر، يبقى الدبلو عندي وزن الاسمنت اللي انا عاوزه، محتوى الاسمنت كام كيلو جرام للمتر مكعب، ده المقصود بيه، محتوى الاسمنت 400 كيلو جرام. طيب الخرسانة عالية الأداء، عالية الأداء اللي تتميز بمقاومتها العالية ولا للضغط ولا للانحناء ولا للقص، أمال عالية الأداء في خاصية معينة، تمام، إيه هي؟ اللي أنا لا إما أنا عاوزها عالية الأداء في الضغط ماشي، عاوزها عالية الأداء للانحناء ماشي، عاوزها للقص ماشي، تمام، أنا بنتج عالية الأداء، بس هي الأدق اللي هي عالية الأداء للظرف اللي هي معمولة علشانه. الأدق في الإجابة هي الخرسانة عالية الأداء تتميز بمقاومة عالية للظرف اللي أنا عاملها علشانه، سواء بقى ضغط، انحناء، قص، ظروف ضارة، ممكن أعملها عالية الأداء اللي هي تقاوم نفاذية المية ليها، تمام، اللي هي تقاوم مثلا ظرف معين أيا يكن، تمام. هي الأدق إجابة اللي هي مقاومتها العالية للظروف الضارة، يبقى لها ديورابيلتي عالية. طيب صدأ حديد تسليح الخرسانة، هي عملية طبعا احنا عارفين ان هي عملية كهروكيميائية، جزء منها كيميائي وجزء منها كهربائي عشان انت قال الايونات السالبة من القطب السالب للموج. طيب الشروخ الناشئة من صدأ حديد التسليح ببلاط الأسقف بتكون موازية للسياخ، شوف السياخ التسليح ماشية ازاي، هتلاقي الشروخ ماشية موازية ليه. تساقط أجزاء من طبقة الغطاء الخرساني بالكمرات والبلاطات نتيجة، طبعا صدأ الحديد هو اللي بيخلي السياخ الحديد بتنفش وكتر وحجمها بيزيد، فبتمطر الكبر المحيط بيه. لمركب
المركب الذي يتفاعل مع الأوساط الضارة المحيطة بالخرسانة هو هيدروكسيد الكالسيوم. طبعا هو ده أكتر مركب، هو ده المركب اللي هو أصلا المادة اللحمة اللي هو CH. تمام، CH المادة اللحمة عندي، اللي هو المركب اللي بيتفاعل مع الأوساط الضارة اللي عندي. طيب، يحدث تحول كربوني للخرسانة نتيجة تفاعل مركب ال CH، أو اللي احنا ده اختصار لهيدروكسيد الكالسيوم. تمام، مع غاز كربوني، ماشي، اللي بيعمل كربنة اللي هو غاز ثاني أكسيد الكربون، مع نتيجة بيتفاعل مع ال CH أو الهيدروكسيد الكالسيوم اللي موجود في الخرسانة، يبقى ال CO2. تفقد الخرسانة حمايتها الحديدية للتسليح بداخلها عندما تنخفض درجة كلوياتها إلى، طبعا احنا عارفين الخرسانة هي بتحمي حديدية التسليح نتيجة كلويات الخرسانة، لما الكلويات تنزل لحد 10 بعد كده ما بيبقاش في ايه، طبقة الحماية السلبية اللي كانت متكونة حوالين حديدية التسليح بتروح، ويبدأ الحديد ممكن يحصل له صدمة. تمام، طب ايه اللي بيخلي الخرسانة تفقد كلويتها؟ الكلوريدات، وجود كلوريدات أو كربنة، أو الكربنة، يحصل كربنة للخرسانة فبتفقد كلويتها. مع الكربنة ديت إيه اللي بيحصل؟ الكربنة ديت بتفاعل CO2 مع CH. تمام، CH أصلا أو هيدروكسيد الكالسيوم هو اللي مسؤول عن الكلوية، فأنت لما تستهلك المركب المسؤول عن الكلوية كلويات الخرسانة بتنخفض. طيب، تتفاعل الكبريتات الموجودة في التربة مع الخرسانة فيما عدا كبريتات الكالسيوم، كبريتات الكالسيوم ما بتتفاعلش. يحدث تبقيع الخرسانة أو اللي إحنا بنقول عليه التزهير، تزهير الخرسانة نتيجة تسرب الماء، بيتسرب الماء وبتذوب مركب هيدروكسيد الصوديوم. تمام، أملاح بتذوب الملح اللي موجود في الخرسانة، هيدروكسيد الصوديوم. تمام، وبيخرج وبيسيب بقع بيضاء بره الخرسانة. تتأثر الخرسانة بالمياه المجاري الراكدة نتيجة لتكون غاز كبريتور الهيدروجين لسه قايلينها. لزيادة مقاومة الخرسانة للحريق يستخدم الأسمنت، المفروض الأسمنت الإيه؟ الألموني. ليه؟ الأسمنت الألموني أقل أسمنت، أو مفيش، مش محتوي على الجير الحي، مش محتوي على الجير الحي. الأسمنت العادي فيه نسبة ماشي من الجير الحي، الأسمنت العادي فيه نسبة من الجير الحي، إنما الأسمنت الألموني مفيهوش إيه، جير حي خالص. تمام، طب هي المشكلة كلها في الجير الحي، لما بيتعرض للحرارة بيتكلس. تمام، وبعدين يرجع اي نسبه رطوبه تاني يرجع يتفاعل مع الميه، ولما يتفاعل مع الميه بيزداد حجمه، هو بيبقى شره لما بيتكلس، بيبقى شره اللي هو يتفاعل مع الرطوبه تاني. تمام، فبيزداد حجمه، وما يزداد حجمه يعمل شروخ في الخرسانه ويكسرها، يزيد حجمه بنسبه كبيره فيكسر الخرسانه. طب يبقى دي الجير الحي. تمام، طب يبقى انا بستخدم الاسمنت اللي هو ما فيهوش اي نسبه من الجير الحي اللي هو الالوميني، في حاله لو في حريق أو مبنى معرض للحريق. تعد من العوامل الطبيعية التي تؤثر على سلامة المنشآت الخرسانية فيما عدا إيه، الحاجات الطبيعية اللي عندي، الزلازل الطبيعي، السيول الطبيعي، الجثة، ماشي، اللي هي التربة، ما هي إهمال الجثات ديت ضرر من التربة طبيعي، إنما الانفجارات ده حاجة أنا شايف من رأيي اللي هي حاجة مش طبيعية. تمام، يبقى ما عدا الانفجارات يمكن معالجة العيوب الإنشائية التي لسه قايلينها، اللي أنا قلت اللي هو إيه، الترخيم مش هقدر أعالجه. تظهر شروخ الانكماش اللدن على سطح الخرسانة في الأجواء، طبعا إحنا عارفين شروخ الانكماش اللدن دي بتحصل نتيجة إيه؟ نتيجة تبخر جزء من المية، أو تبخر المية من جزء من طبقة بسيطة على السطح، سطح الخرسانة، فبيحصل لها انكماش، إنما بقية الخرسانة لسه في رطوبة، فبيحصل شروخ شعرية ماشية على سطح الخرسانة مفتوحة من فوق ومنتهية، يعني مش غويطة. فديش ما شروخ الانكماش اللدن. تمام، فطبعا كل ما زاد معدل التبخير المياه من السطح يبقى ده فين، في الاجواء الحاره. يحدد نوع الاسمنت المستخدم في الاساسات طبقا اللي لسه قايلينها، نسبه الكبريتات في التربه، تزداد شروخ الانكماش اللدن ماشي بزياده نسبه الماء الاسمنت، بزياده درجه الحراره، بزياده الدمج، واحده واحده. لو احنا لسه قايلين دلوقتي بزياده درجه الحراره لسه مختارينها اهو، اللي هي في الاجواء الحاره، ماشي. طب زيادة نسبة الماء للأسمنت؟ أه طبعا، يعني لما تزود نسبة المية للأسمنت ماشي، يتكون نسبة، يبقى فيها نسبة مية كبيرة للخرسانة، فيحصل تبخر أكتر للمية ماشي، فيحصل شروخ انكماش لدن أكتر.
طب زيادة الدمك يا باشمهندس ليه؟ مع زيادة الدمك عن الحد المسموح به، تمام، بيحصل اللي بيكون لك اللي المكونات الصلبة بتنزل تحت ويتكون على السطح طبقة ماشي هشة فيها اللي احنا بنسميها النضح، ماشي، ساعات اللي هي بتكون على سطح الطبقة هشة فيها نسبة مية أكتر، فبيحصل إيه؟ تبخر للمية أكتر، فبيحصل شروخ انكماش لدن أكتر. يبقى أنا شايف اللي هي كل ما سبق. طيب، يستخدم الحديد الصلب لتصليح الخرسانة طبعا لمقاومة إجازات الشد طبعا، ليه؟ هو مقاوم، هو ليه مقاومة عالية للشد، تمام، وفي نفس الوقت ماشي هو تقارب معامل التمدد ما بين الحديد والخرسانة، تمام، وفي نفس الوقت نقدر بالحديد المشرشر اللي هو المشرشر ماشي يقدر نعمل تماسك جيد ما بين الخرسانة وما بين الأسمنت. كل ما سبق ماشي بيخلينا نستخدم الحديد الصلب في الخرسانة لتصليح الخرسانة لمقاومة إجازات الشد. النسبة المعيارية بين الحديد والخرسانة حوالي تبقى 15، من 10 ل 15. النسبة بين كثافة الحديد والخرسانة بكل بساطة، كثافة الحديد كام؟ كثافة الحديد 7.8 طن على المتر مكعب، 7.8 طن على المتر مكعب. كثافة الخرسانة كام؟ تقريبا في حدود 2.2 طن على المتر مكعب. اقسم ده على ده تطلع لك 3.4، تمام. يجب عمل استعواض لحديد التسليح إذا زادت نسبة الصدأ بها عن 20%، ماشي، ودور فيها، بس انا بقول 20%. اذا كان او كان وزن المتر الطولي من حديد معرض للصدأ 1.16 كيلو جرام، فاذا كان قطر الاصل 16 ملي متر وكثافة الحديد 7.8 طن على المتر مكعب، فان النسبة المعيارية للصدأ قد ايه؟ واحدة واحدة. مديك متر طولي، متر طولي من حديد قطر 16. هو انت عارف الوزن بتاع قد ايه اصلا في العادي؟ اه طبعا. انت عارف وزن المتر الطولي للقطر 16 اللي هو 1.85 من 100، 58 من 100 كيلو جرام على السنت على المتر، على المتر. مش انت عارف اوزان المتر الطولي لكل قطر؟ تمام. القطر 16 حتى لو انت كنت بتعملها بحسبة بسيطة قبل كده اللي هي 16 تربيع القطر مربع على 162، لو فاكرين المعادلة ديت، تمام، لو قلت 16 تربيع على 162 هيديك ايه؟ وزن المتر الطولي لقطر 16. طب وزن المتر الطولي هيبقى 1.58 كيلو جرام لكل للمتر، تمام. هو بقى بيقول لك وزن حديد معرض للصدأ ماشي بقى وزنه كام؟ 1.16 من 100 كيلو جرام. فانت لو جبت فرق الاتنين عن بعض، فرق الاتنين عن بعض يديك اللي هو، ثانية واحدة نعملها معاكم الآلة الحاسبة، فرق الاتنين عن بعض 42 من 100، 42 من 100 كيلو جرام. اقسم بقى ال 42 من 100 كيلو جرام على الوزن الاصلي اللي هو 1.58، ماشي، يبقى بيديني 0.26 من 100. 26% ديت، يبقى اذا فان نسبة المئوية للصدأ 26% اللي هي 26%. يبقى 26% من وزن السيخ راح نتيجة الصدأ، تمام. احسب ما يتحمله الحديد من حمل عمود 60 طن وبمقطع 25 في 50 سنتي وتسليحه المفروض 6.16 ملم، والنسبة المعيارية خدها 15. طب انا عملتها ازاي؟ انا قلت اللي انت عندك حديد، تمام، 6.16، يبقى 6 سياخ، تمام، في مساحة المقطع بتاع 0.16 بالملي 201 ملي، تمام. طب هو النسبة المعيارية 15، يعني الحديد بيشيل أكتر من الخرسانة 15 مرة، فضربتها في 15، تمام، يبقى إيه؟ قد كذا المفروض بقى، يبقى أنا مساحة الحديد عندي 18090 ملم تقريبا، تمام. بالنسبة قسمتها على مساحة المقطع بتاع الخرسانة عرفت نسبة التسليح كام بعد ما ضربته في النسبة العيارية، تمام، وجيت اضربه في نسبة، يبقى عرفت نسبة الحديد من الخرسانة، ضربت في 60 طن، ماشي، لقيت الإجابة بتاعتي مش موجودة، بس رجاء تأكدوا من المسألة ديت من الدكتور.
خلطة خرسانية بنسبة 1:1.5 لـ3 ومحتوى أسمنت 400 كيلو جرام، ونسبة مية للأسمنت ماشي 4/10، والأوزان النوعية 3.1/10 و2.6/10، فإن الحجم المطلق للخرسانة على طول شغال معادلة حجم مطلق، تمام؟ 400 معادلة الحجم المطلق عندك اللي هي أسمنت على الوزن النوعي للأسمنت، زائد الرقام على الوزن النوعي للرقام، زائد المية على الوزن النوعي للمية اللي هو بواحد، تمام؟ جرب كده هتلاقي إن المعادلة 400 ماشي على الوزن النوعي للأسمنت اللي هو 3.1/10، 400 على 3.1/10 زائد. طب الرقام كام؟ الرقام هو قد ايه من الاسمنت؟ الرقام عبارة عن ما هو 1 لـ1.5، 1.5 درمل لـ3 اللي هي زلط، يبقى الرقام على بعضه ماشي 4.5 مرة من وزن الاسمنت، واذا كان محتوى الاسمنت 400 فاذا فالرقام 4.5 × 400 يعني 1800، 4.5 × 400 يعني 1800 كيلو جرام رقام. طب يبقى تاني نعيد بقى صياغة المعادلة الحجم المطلق، لما يبقى بتقول الأسمنت 400 ماشي على الوزن النوعي الأسمنت 3.1/10 زائد 1800، 1800 دي جبناها منين؟ اللي هو الرقام اللي هو 4.5 مرة الأسمنت، يبقى 4.5 × 400 1800 على كام؟ على الرقام 2.6 الوزن النوعي للرقام، زائد المية، تمام؟ قال لك نسبة المية للأسمنت 4/10، يبقى 4/10 في 400، إذا المية 160 كيلو جرام أو 160 لتر، إن هي كيلو جرام على كثافة إن وزن النوع واحد، هي 160 لتر. طيب لما تجمع دول كلهم مع بعض ماشي هتلاقي إن أنت عندك 981 ماشي لتر. طب 981 لتر، لو أنت افترضت إن أنت أهملت الفراغات فانت هتختار اجابة لا شيء مما سبق. طب الطبيعي بيبقى فيه نسبة فراغات قد ايه في الخلطة؟ بيبقى فيه حدود 20 لتر، 20 لتر فراغات، ده طبيعي في الخرسان من 20 ل 30 لتر. طيب اما تحط نسبة الفراغات من 20 ل 30 لتر هتلاقي نفسك دخلت في 1001، 1001 يعني تقريبا 1000 لتر، يبقى انا هختار انا باحتساب نسبة الفراغات 1000 لتر. الوزن الحجمي للخليط بتاع الخرسانة الطازجة، تمام، بيساوي هو الوزن الحجمي ده عبارة عن ايه؟ وزن وحدة الحجوم ماشي من المادة. طب وحدة الحجوم ما انت كده كده اللي هو 1 متر، تمام، حتى هو بيديك كام كيلو جرام للمتر على المتر مكعب المفروض. طيب فاذا فانت اصلا جايب مكونات في الخطوة اللي قبلها ماشي، ما هي ديت اصلا تبعه للخلطة اللي قبلها، السؤال ده تبع للخلطة اللي قبلها، فانت كده كده اصلا في المكونات ديت مكونات الواحد متر اهو، الواحد متر اللي هو الالف لتر. طيب يبقى انت لو جمعت لي، لو جمعت المكونات اوزان المكونات بتاعه الواحد متر اللي انت جايبهم في الخلطه اللي قبلها يديك ايه؟ الوزن الحجمي. تاني الوزن الحجمي عباره عن وزن وحده الحجوم، وزن وحده الحجوم، انت جايب مكونات وحده الحجوم في الخطوه اللي قبلها ماشي، اللي انا عندي 400 كيلو جرام اسمنت، وعندي 1800 كيلو جرام ركام، وعندي 160 كيلو جرام ميه، تمام. لما تيجي تجمع دول كلهم على بعضهم هتلاقيهم 2360. اذا كانت درجة حرارة الاسمنت والركام والميه ماشي 40 و30 و25، فان درجة حرارة خليط الخرسانة كام؟ هي هتطلع لا شيء مما سبق. انت لما تيجي تعوض في المعادلة، انا هعمل لكم صفحة في الاخر ارفق لكم فيها المعادلات، هعمل لكم صفحة في الشيت الاكسل في الباوربوينت دي في الاخر ماشي فيها المعادلات اللي انا استخدمتها، تمام. لما تيجي تعوض في المعادلة اللي هي المفروض 22% في ال تي اي دبليو اي زائد، طبعا 22% افتح قوس تي اي دبليو اي زائد تي سي تي سيمنت دبليو سيمنت ماشي، اقفل القوس زائد تي ووتر دبليو ووتر على 22% افتح قوس دبليو الرقام زائد دبليو الاسمنت، اقفل القوس زائد دبليو الميه اللي انا بقوله ده بسرعه، ده انا هكتبه لكم في معادله واديها لكم في اخر صفحه في الباوربوينت دي،
تمام، هتلاقي النتيجة طلعت 31 وحاجة من 10، يعني لا شيء مما سبق. إذا كانت نسبة إضافة تقليل مية الخلط وتأخير الشك 3%، فإن الوزن اللازم لعمل 100 متر مكعب خرسانة هيبقى قد إيه؟ أنت لازم بس تعرف هي النسبة دي بتبقى نسبة من إيه؟ دايما أي إضافات بتبقى نسبة مئوية من وزن الأسمنت، نسبة مئوية من وزن الأسمنت، يعني 3% ديت يعني 3 على 100، 3 لو أمسك الآلة الحاسبة معايا، 3 على 100 ماشي في وزن الأسمنت اللي أنت لسه من اللي هي المسألة كل دي طبعا المسألة اللي فاتت اللي هي الخلطة الخرسانية اللي فاتت كان عندي 400 كيلو جرام أسمنت فطلع 12 كيلو جرام إضافة، تمام 12 كيلو جرام إضافة. طب عشان تعمل 100 متر مكعب واضربها في 100 يبقى أنت عاوز 1200 كيلو جرام. طيب إذا كانت كثافة الإضافة، كثافة الإضافة ديت 1.2 جرام على السنتيمتر مكعب وحجم العبوة الواحدة 1/4 متر مكعب، فإنها يلزم قد إيه؟ تعال نقف عند حتة الكثافة الأول ماشي. هي الكثافة بتساوي إيه؟ الجاما بتساوي الدبليو على الفي، الجاما بتساوي الدبليو على الفي، تمام. طيب أنت بيقول لك أنت عرفت اللي أنت محتاج 1200 متر، 1200 كيلو جرام. أنت دلوقتي عرفت اللي أنت كلها أسئلة ورا بعض، أنت عرفت اللي أنت محتاج 1200 كيلو جرام، يبقى ده الوزن اللي عندك، تمام. طب الكثافة اللي عندي 1.2 جرام، يبقى بدل ما تستخدم بقى 1200 كيلو جرام اضربها كمان في 1000 عشان تبقى ايه، عشان تبقى بالجرام، اضربت في 1000 كمان، يبقى الجاما اللي هي 1.2 جرام على سنتيمتر مربع على سنتيمتر تكعيب بيساوي 1200 في 1000 ماشي جرام على كام حجم قد ايه، هيطلع لك ان الحجم عندك ماشي مليون سنتيمتر مكعب، مليون سنتيمتر مكعب اللي هو عباره عن ايه؟ لما تيجي تحول من سنتيمتر لمتر، تمام؟ السنتي فيه كام؟ المتر فيه كام سنتي؟ المتر فيه 100 سنتي، بس طبعا دي تكعيب يبقى 100 تكعيب بمليون، لما تيجي يبقى اذا حجم الاضافه اللي انت عاوزها يبقى 1 متر مكعب. طب حجم العبوه ربع متر مكعب، يبقى انت محتاج 4 عبوات، 4 عبوات. تاني سهله جدا كل الفكره اللي انت قلت ايه؟ كثافه الاضافه ماشي الجاما بتساوي الدبليو على الفي. طب الجاما بكام؟ ب1.2 جرام على سنتيمتر مكعب. الدبليو انت جايبها اهوت، انت محتاج 1200 كيلو جرام على الفي، تطلع الفي، الفي تجيبها بالمتر ماشي، اذا العبوه الواحده 4 متر، يبقى انت محتاج 4 عبوات. اذا كانت نسبه امتصاص الركام الجاف في 2%، الركام اللي انت مطلعه كان كام؟ الركام اللي هو كان 1800 كيلو جرام، الركام بتاع المسألة الخلطة اللي فاتت ماشي 1800 كيلو جرام، إذا كان نسبة امتصاصه 2% ماشي، فهيجي بتعديل كمية مية الخلط بمقدار، هي 2% دي منين؟ من وزنه، 2% من وزن الركام، يعني 2% في 1800 ماشي هتلاقيها 36، 36 كيلو. طب 36 ده زودهم ولا نقصهم؟ هو بيقول لك الركام الجاف ماشي يعني هيمتص مية من الخرسانة، من مية الخلط، فأنت هتعمل إيه؟ تروح تزود مية الخلط عشان تحسبها اللي هو يجي يمتص، فأنت هتزود 36 كيلو جرام مية. لرتبة خرسانة 35 ميجا باسكال، مقاومة ضغط، مقاومة الضغط لمكعبات الخرسانة بعد 28 يوم طلعت الأرقام دي، فتستبعد مقاومة طبعا اللي هي تقل عن رتبة الخرسانة اللي هي 30. رتبة الخرسانة المناظرة لمقاومة الضغط متوسطة 38 نيوتن على المليمتر مربع، إذا كان الكي 1.64% اللي هي معامل يعتمد على درجة الثقة، والسيجما اللي هو الانحراف المعيار 4.9 نيوتن على المليمتر مربع. طبعا احنا فاكرين كلنا المعادلة اللي هي بتقول ايه، اللي هي الاف ام، المقاومة المستهدفة او المقاومة المتوسطة تمام، بتساوي الاف سي يو زائد من كي في سيجما زائد كي في سيجما، المعادلة اللي احنا خدناها في سنة تانية تمام. الكيب كام؟ معامل يعتمد على درجة الثقة اللي هو 1.64%، السيجما اللي هي الانحراف المعيار اللي 4.9، يبقى انت لو قلت ك ب1.64% في السيجما 4.9 ماشي يعني 8 ميجا باسكال، زود ال 8 على نقص بقى ال 8، ودي الكي في السيجما الناحية التانية، نقص ال 8 من المقاومة المتوسطة تمام،
يبقى تفضل لي مقاومة اف سي يو 30. تاني المعادلة الاف ام بيساوي اف سي يو زائد كيف سيجما، تمام. شلت كيف السيجما وديتها الناحية التانية، شلتها من الاف ام، يتفضل لي 30 اف سي يو بس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكتب لكم ورقة فيها المعادلات اللي انا استخدمتها.